أما الآن مشاهدينا الكرام، فقرتنا لا تزال متواصلة معكم، الشروق مورنينج ويكند كما تعودتم كل يوم جمعة نجمع لكم أبرز التصريحات لعديد الوزراء والسياسيين في الجزائر، ممن قالوا تصريحات رنانة أثارت إعجاب واستياء العديد من الجماهير والعديد من الجزائريين. فقرة قالوا وفي المزاد، لكن بعد هذا الفاصل ثم نعود. إذا عودة من جديد إليكم مشاهدينا، فقرة قالوا لهذا الأسبوع ندشنها كالعادة بالمثير للجدل الوزير المالي عبد الرحمن بن خلفة. أول من قال وقال أن عذابا أليما ينتظر من يكتنز الأموال خارج البنوك الجزائرية. إذا تصريح تصريح عبد الرحمن بن خلفة حين يستشهد بما جاء في القرآن الكريم ويقول والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. محمد، يبدو أن بن خلفة يعني يهذي هو صراحة، يبدو أن بن خلفة سرق النجوم أو خطف النجوم والأضواء من وزير شؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى حين يفتي بهذا ويقول للذين يعني يودعون أموالهم خارج البنوك في البلاد ويكتنزون أموالهم في بيوتهم ولا يستثمرونها داخل البنوك فهم أو ينتظرهم عذاب أليم. إذا هذا هو تصريح بن خلفة لهذا الأسبوع الذي كان في وهران خلال زيارته التي أداها هناك، والذي حث الجزائريين على ضخ أموالهم داخل البنوك الجزائرية. ربما الجزائريين منذ فضيحة الخليفة لم تعد لهم يعني ثقة في البنوك الجزائرية، وحتى يعني أصحاب المال يقول لك أنا ما نروحش يعني نخزن أموالي في البنوك، يعني حتى أني لما نروح نعود نجبد البنوك تاعي يعني تصادفني بيروقراطية ما عندها بداية ولكن ما عندهاش نهاية. ثاني ما قال لي هذا الأسبوع جهيدة. نعم، الثاني هو طبعا علي حداد نجم النجوم. لا ندري إن كان علي حداد سياسيا أم تجارة أم بزنسي أم اقتصاد أم رجل أعمال أم رئيس منتدى مؤسسات أم صانع وزراء أم وزير في حد ذاته. نعم، إذا علي حداد قال إذا احتاجتني الجزائر فسأقترض 110 مليار دولار من أجلها. علي حداد طبعا رئيس منتدى رؤساء المؤسسات دافع عن نفسه مجددا وقال أنا لا أطمح لأن أكون وزيرا. تحدث عن نفسه حين قال أني عندما طلب قرضا من بنك الجزائر، لكنه في نفس الوقت قال أنا كنت هنا وملأت خزينة الدولة ب2000 مليار سنتيم منذ بداية تجارتي في الثمانينات. علي حداد أيضا مشاهدينا الكرام دافع عن نفسه وقال أن التقيت قبل أسبوع بممثلي صندوق أرماس الألماني وقالوا لي إنهم مستعدين لمنح الجزائر 10 مليارات دولار إذا احتاجتهم الخزينة، وتفاوضت مع السعوديين الذين بإمكانهم مساعدتنا ب100 مليار دولار، وبهذا يكون 110 مليار دولار يستعد علي حداد لتقديمها للجزائر إذا احتاجت الجزائر ذلك. لكن تقديمها مقابل ماذا يا جهيدة؟ ربما هذا هو السؤال. علي حداد كان منذ الأسبوع الماضي قد أثير حوله الكثير من الجدل بسبب قيامه بطلب قرض من البنك الخارجي الجزائري بمبلغ 1.6 مليار دولار، لكن خلال الندوة الصحفية اللي عقدها يوم الأربعاء قال بأنه أنا لم أطلب سوى 5 ملايير دينار. علي حداد أيضا خرج بتصريح مثير للجدل خلال الندوة الصحفية، قال انتهى وقت أن الجزائريين يناموا حتى 11 والعشية يقطعوا طريق ويطالبوا بالسكنة. ربما هو تصريح استفزازي للجزائريين، وخصوصا أن الجزائر تعيش هذه الأيام غليان على مستوى عدة ولايات بسبب الإجراءات التقشفية الواردة في قانون المالية 2016. تصريحه أيضا كما قلت محمد كان استفزازي حين قال للجزائريين انتهى زمن الخاوة، يعني تعبنا وكرهنا وكل واحد يروح يدير حياته وكل واحد يعيش حياته كما يحب، فانتهى يعني يكفيكم أنكم دائما تقولوا تقشف تقشف تقشف، تعبنا كل واحد يخدم ويتحصل على سكن وكل واحد يخدم ويتحصل على منصب. سنعيش مثل ما نحب إذا كان لكل جزائري الحق أنه يدي قرض من بنك الجزائر وكل واحد يدير مشروعه. خلينا نغلق ملف علي حداد ونروح إلى نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح من خلال افتتاحية الجيش، مرتاحون بعد التغييرات التي أجريت على الهيكل التنظيمي للجيش في إشارة واضحة إلى التغييرات التي مست جهاز المخابرات منذ عدة أشهر وتوجت في سبتمبر الماضي بإزاحة الفريق محمد مدين أو المدعو توفيق.
من رأس جهاز المخابرات. إذن جايد صالح لأول مرة وبشكل علني يثمن تغييرات في جهاز المخابرات. طبعا يثمنها لملا، وهي التغييرات التي قام بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. جايد صالح لن يغرد خارج صلب الرئيس بوتفليقة، لكنه سيثمن كل ما قام به من تغييرات على رأس الجهاز الأمني الاستخباراتي والمعلوماتي في الجزائر. للإشارة مشاهدين الكرام بعد كل الذي حدث في البلاد، وخاصة في الشهر الأخير موت أيت حمد رحمه الله، أيضا التغييرات الكبيرة التي كانت على رأس الجيش وعلى رأس الديارس، جعلت العديد من الناس يقولون أن زمن الجنرالات قد انتهى، زمن التحكم في الاستخبارات قد انتهى، وهو اليوم زمن الجيش بامتياز. الفريق قايد صالح ثمن كل هذه التغييرات، ثمن الدستور، ثمن كل التغييرات أيضا والمواد التي جاء بها الدستور، ودعا للحفاظ على استقرار البلاد من خلال يعني كما قال من خلال الرسالة. هي ربما نعم. أول مرة يعني يعلنها الفريق أحمد قايد صالح صراحة ويدلي فيها بدلوه فيما حدث من تغييرات على رأس جهاز المخابرات. إذن كانت هذه أهم تصريحات لهذا الأسبوع، تصريحات أدخلت البعض إلى مزاد الشروق في الطالع والنازل، الطالع والنازل بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، إذا الطالع والنازل في مزادنا اليوم. نبدأ بالنازل ولا بالطالع؟ طبعا نبدأ بالنازل. رئيس التحرير القاضي كان أصر أنه حيكون معنا أول نازل هو عبد المجيد سيدي السعيد. طبعا ليس قاضي فقط، وإنما العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي جعلوا عبد المجيد سيدي السعيد يكون نازلا معنا أيضا بعد سبه للدين مؤخرا. نعم. ربما ليس فقط عبد المجيد سيدي السعيد الذي من المفترض أن ينزل، ولكن كل إطارات المركزية النقابية، لأنه جهيد أول أمس الأربعاء يعني للأسف تم استدعاء عدد كبير من العمال من مختلف المؤسسات العمومية إلى مقر المركزية النقابية بدعم وجود يعني تجمع نقابي هناك، لكن العمال يعني كان تقريبا أكثر من 1200 عامل، لما توجهوا المركزية النقابية يعني تفاجئوا أنه جابوهم باش يدعموا عبد المجيد سيدي السعيد بلافتات وعبارات رانا معك يا سيدي السعيد، بعد الحملة التي تعرض لها إثر سبه للدين، سبه لأمهات الجزائر على المباشر جهيدة. نشير أن عبد المجيد سيدي سعيد غير موجود حاليا في الجزائر، هو موجود في فرنسا، إلا أن النقابة مشتعلة ولم تهدأ على خلفية مناوي له ورافض وضد من يعني مع من هو معه ومن هو ضده، على خلفية كل التصريحات التي أدلى بها جعل عبد المجيد سيدي سعيد يكون نازلا معنا اليوم، بعيدا ربما عن نضال أيت حمودة إلى نضال سيدي السعيد جهيدة، بعيدا عن سيدي السعيد الى نازل شكون نازل طبعا الى المجاهده زهره ضريف بطاط والى المجاهد يوسف سعدي، اللذين دائما يشغلان الورى والدنا والجرائد الجزائريه على امتداد صفحاتها بعديد التصريحات المضاده، التصريحات المضاده لهؤلاء جعلتهم دائما محل أحيانا محل رفض واستهجان من قبل الساحة الجزائرية، وخاصة من قبل صناع الثورة وصناع التاريخ. زهرة ضريف بيطاط التي وقعت مؤخرا على عريضة وترأستها عريضة 19 التي تطالب برؤية الرئيس، ها هي اليوم تعيد هجمتها بينها وبين المجاهد ياسف سعدي. يعني هي أسطوانة قديمة يعني. نعم. هذه الاتهامات التاريخية والخيانة بأن زهرة ضريف بيطاط هي اللي بيعت علي لابوانت، وهي تقول لا أنت ما شاركتش في الثورة ولكن كنت مجرد حتى يعني هو تشويه للتاريخ صراحة، يعني خلي كل ثورة لها إيجابياتها وسلبياتها، يعني خليونا في المهم الآن هو ربما ماذا سينتظر الجزائريين خلال السنوات المقبلة، خصوصا مع أزمة التقشف الجهيدة، وانت دائما تكرهي هذا المصطلح التقشف. يكرهه كل جزائري وجزائرية. مشاهدينا الكرام، أيضا في مزادنا لهذا اليوم النازل معنا كان محافظ أكبر تظاهرة عرفتها الجزائر في 2011، تظاهرة ثقافية بامتياز قسنطينة عاصمة 2015. نعم، قسنطينة تنتهي في 16 أبريل 2016. الجزائر عاصمة للثقافة العربية، كانت حديثة الخاص والعام وحديث العديد من الجرائد الوطنية والعالمية أيضا. هناك من انتقد هذه التظاهرة وقال أنه لم يصله منها
إلا أصداء خفيفة عن تموقعها في البلاد. هذه التظاهرة اليوم يقول محافظها أننا تم استهلاك أكثر من 4.5 مليار دينار من أصل 7 ملايير دينار خصصتها الدولة الجزائرية للتظاهرة. بعيدا عن كلمة التقشف وقريبا من تظاهرة كبيرة، يمكن أن نقول اليوم أنها كانت إلى حد بعيد فاشلة. يعني كانت مهزلة، وفي حق مدينة مثل قسنطينة. أنا نقترح أن الأموال اللي بقات من هذه التظاهرة توجه ربما للمشاريع التنموية في ولاية قسنطينة، عسى أن يستفيد القسنطينيون من هذه التظاهرة لكن بطريقة غير مباشرة جهيدة. نعم، من نازل مشاهدينا الكرام إلى الطالع العديد أيضا من الفاعلين، العديد من السياسيين وهيئات ورؤساء عن هيئات مدنية صنعوا الحدث خلال هذا الأسبوع من خلال مواقفهم. أول واحد محمد هو عبد الحكيم بطاش رئيس بلدية الجزائر الوسطى. عبد الحكيم بطاش يعني نال إعجاب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما توسط وقام بمنح عازف الجيتار موح فيتا وكل العازفين والموسيقيين رخصة أو تراخيص لممارسة نشاطهم بشوارع ديدوش مراد والجزائر العاصمة بلدية الجزائر الوسطى إذا عبد الحكيم بطاش معروف أنه قريب كثير من المواطنين، لذلك يعني هو يعني بمجرد ما وقع المشكلة للعازف الجيتار موح فيتا قام بالتدخل، يعني منح له رخصة وكل الموسيقيين طلب منهم كل المواهب أنهم يتقدموا المكتب البلدية باش يحصلوا على تراخيص وهكذا يعني يمارسوا نشاطهم بكل حرية. الغريب أيضا محمد في هذه القضية، ليس الغريب هي هبة الفنانين ممن ساندوا هذا مغني الجيتار، لكن أن تلقي الشرطة القبض على هذا العازف ويتم استدعائه لمدة 10 دقائق ويتم في استجواب كبير يعني ليكون بعد ذلك إعطاء الموافقة من قبل مصالح بلدية الجزائر الوسطى. بلدية هو جميلة. يعني المشكلة جهيدة أنه حتى محفيد عازف الجيتار قال بلي أنه القضية أعطيت يعني حجمها الأكبر من حجمها، لأنه في النهاية محافظ الشرطة تاع شارع ديدوش مراد، محافظة الشرطة بشارع ديدوش مراد هو يعني يعني كان مارشا في الشاب يعني يعزف بالكيتارة قام يعني رفعوا ده حتى المركز الشرطة، هذه حتى يعني ما حرلوش محضر لأنه محفيد قال رجاء ما تكبروش القضية بزاف لأنه ربما خشية الوقوع في المشاكل. لكن نشير جهيدة أنه معظم دول العالم يعني في باريس على مستوى مترو الباريسي أو في لندن أو في ألمانيا أو في أوكرانيا يعني موجود هؤلاء الشباب الموهوبين، يعني واحد يعزف في الجيتارة، واحد يعزف يعني في العلموندول، عدة يعني المواهب، واحد يرسم، ويعني المواطنين الأوروبيين يساعدوهم يقدموا لهم بعض الدنانير، يقول لك يعني يجي يعزف ويمتعنا بالموسيقى ونساعده أحسن من أنه يروح يسرق. هو هذا هو الفكرة العامة دخل. نعم، لكن بعيدا عن هذه الفكرة التجارية المحضة أنه أنا نشتغل باش ما نروحش نسرق، لا، هذ الناس عندهم رسالة فنية أكثر منها رسالة تجارية. لما فنان يوقف في الشاعر بغرض إسعاد الآخرين، بغرض إدخال بهجة على مار ربما كان مكتئب، بغرض إعطاء المدينة روح وحياة، هذا هو الأهم في إعطاء تراخيص لهؤلاء الفنانين في الجزائر ليتمكنوا من ممارسة عزفهم بأريحية. نعم. وفيها غدا إن شاء الله السبت 23 جونفي فيها على الساعة 7 إذا لم تخلني الذاكرة، لأنه فيها مجموعة في الفيسبوك قالوا بأنه حيكون فيها نشاط كبير من مختلف العازفين بساحة البريد المركزي، وطلبوا من المواطنين العاصميين أنهم والعائلات أنهم يجوا يشاركوهم هذا الحفل اللي حيكون على الهواء الطلق جهيدة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، من طالع إلى ثاني طالع معنا لنهاري اليوم، من لا يعرف مالك بن نبي؟ مالك بن نبي هو المفكر الجزائري الذي يخوض أفكارا، الذي كتب كتابات فكرية تنويرية عن الفكر الإسلامي. بيته أحد رواد الإصلاح في نعم الجزائر. نعم، بيته الذي كان في ولاية تبسة كان مرتعا ربما أو بيتا كان مهمل أو يعني نعم كان مهملا من قبل مصالح البلدية والولائية، كان وقفا أيضا. الآن محمد عيسى يعطي إشارة إعطاء لوالي تبسة، والوالي بدوره هو علي بوقرة يعطي أولوية ترميمه ويعني أن يرمم ويصبح متحفا جميلا. أقول فقط أن هذه الخطوة قد تأخرت كثيرا، العديد من المفكرين كانوا قد طالبوا بأن يصبح بيت مالك بن نبي متحفا جميلا يذهب إليه الشباب للتعرف على هذه الشخصية المفكرة، لكن الآذان
اليوم فقط تمت أو أصغت لهذه المطالب. لكن أن يتأخر أحسن من أن لا يأتي أبداً. يعني على العموم فكرة جميلة. يعني فكرة جميلة ونشجع مثل هذا. نعم فقط أشير أن هذه المطالب ليست فقط مطالب الراحل الملك بن نبي، أيضاً وردة الجزائرية بيتها في العاصمة طالبت العديد من الوجوه الفنية في البلاد وحتى في الغرب أن يحول إلى متحف. مدير الديوان الوطني للثقافة والإعلام الأخضر بن تركي نعم كان قد أكد أنه في مساء مع العائلة ليصبح بيت الراحلة وردة الجزائرية متحفا جميلا مثل متحف إيديت بياف في فرنسا مثلا ومتحف داليدا في باريس. إن شاء الله على أمل ذلك نروح إلى ثالث طالع معنا لهذا الأسبوع، الظاهرة الأرجنتينية والأسطورة الكروية ليونيل ميسي يصعد معنا هذا الأسبوع. ربما الكثير يستغرب يقول كيفاش يعني ميسي اللي راه متهم بتهرب ضريبي بقيمة 4.2 مليون أورو يطلع معكم هذا الأسبوع، لكن نقول احنا ميسي طلع لأمر آخر. ميسي أثرت فيه صورة لطفل من العراق جهيدة، هذه الصورة ستكتشفوها معنا اليوم في أخبار الناد. هو يعني دار عملية بحث، حملة بحث في فائدة هذا الطفل باش يقدم له قميص تاعو الحر، يعني قميص ميسي الحر. إذا ميسي معروف بأعماله الخيرية والالتفاته الجميلة، كان يستاهل أن يكون ثالث صاعد معنا لهذا الأسبوع. إذا كان هذا مزاد الشروق مورنينج لهذا الأسبوع. لكل اقتراحاتكم انتقاداتكم صفحة القناة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت تصرفكم وخدمتكم. فقراتنا لا تزال متواصلة إلى غاية 11 صباحا. نعم. وتذكير بأهم ما سيكون معنا. إذا صباح الخير مشاهدينا لكل من التحق الآن بعد قليل فقرة موف سمارت أو تحرك بذكاء مع مصطفى زمري، لكن بعد هذا الفصل. مشاهدينا الكرام اهلا بكم من جديد. اذا موف سمارت مع مصطفى. الاسبوع الماضي تحدثنا عن السلامه المروريه في الطرقات، اليوم سنتحدث عن السلامه المروريه لكن داخل انفاق المترو. اهلا مصطفى وصباح الخير. صباح الخير محمد. صباح الخير مصطفى. فعلا كما ذكرتي هذه المره سنتحدث على السلامه المروريه، لكن هذه المره سلامه المسافرين داخل مترو الجزائر. لهذا الغرض استضفنا مدام أمازوس فايزة مديرة الاتصال ومديرة تجارية بشركة التسيير مترو الجزائر. صباح الخير مدام. صباح الخير سيداتي ومرحبا بكم معنا. شكرا على تلبيتك الدعوة. لكن كما عودتكم قبل ما نروحوا نخوضوا في أطراف الحديث على هذا الموضوع روحوا نشوفوا هذا الفيديو. مترو الجزائر يقدم حلولا لا غنى عنها في الكثير من الأحيان، كما يعد من بين وسائل النقل الأكثر أمنا، فما هو السر وراء ذلك؟ Donc comme vous le savez, les trains roulent sur des rails, donc c'est beaucoup moins dangereux que sur la route parce que le train normalement ne peut pas sortir des rails, ne peut pas sortir de la voie, les trains ne se dépassent pas, il n'y a pas de dépassement, donc tout ça provoque une plus grande sécurité pour les voyageurs. Ensuite, il y a un système de signalisation dans le métro qui est très, très performant. C'est le même système de signalisation que l'on trouve sur tous les métros automatiques du monde entier. Il est impossible pour un conducteur de métro de passer un feu rouge, par exemple. Donc sur la partie ferroviaire, la sécurité des voyageurs est entièrement assurée. Ensuite, nous avons un système de vidéosurveillance. Il y a à peu près entre 20 et 30 caméras dans toutes les stations, avec des opérateurs, des chefs de station qui surveillent en permanence ce qui se passe dans les stations, notamment pour les voyageurs qui sont sur les quais, de façon à les prévenir s'ils s'approchent trop près du bord du quai. Il y a des dispositifs aussi qui les empêchent de s'approcher trop près. Donc le système de vidéosurveillance dans les stations permet également aux chefs de station de surveiller que des gens ne descendent pas sur la voie, parce que c'est là que c'est vraiment dangereux. Les trains arrivent à 70 km/h et un train est plus difficile à arrêter qu'une voiture. Hein, puisque c'est sur fer, donc fer sur fer, le freinage est moins efficace. Et par ailleurs, il ne faut pas oublier que l'alimentation des trains se fait par énergie électrique, par un troisième rail électrique qui est au milieu de la voie et qui transporte du 750 volts. Donc le chef de station surveille et bien sûr, il a à sa disposition des dispositifs qui permettent de couper le courant si jamais il y a une personne qui est en danger. إذن كان هذا تقرير حول مترو السلامة. كنا الآن كنا ندردش مع الضيفة السيدة فايزة أمازوز حول هذا الموضوع. تفضل مصطفى. إذن قبل ما نبدأ في السؤال حبيت نسقسيكم أنتم عن خصوصية المترو إذا قارناه بوسائل النقل الأخرى، هل على بالكم شنو هي؟
كيفاش؟ إذا تقول لكم باللي مترو الجزائر عنده 4 سنوات وبضعة أشهر ملي راهو بدا يعني على دشنتو اليوم الأول دشنتو يعني ما يعني خصوصية تاعو إذا قارناه بوسائل النقل. أنا نحس أنه المترو في الجزائر تحديدا الجزائري لما يركب المترو هو أكثر تعقلا مما يركب طرام ولا مما يركب حافلة نقل، يحترم مكانه، يحترم لما يجي لأنه كله جو يعني مراقب. ربما لذلك الخصوصية الأكثر أهمية أنه الحمد لله كما يقولوا ثانكس تو جاد المترو هو وسيلة النقل الوحيدة اللي ما سجلتش يعني حادث ولا الحمد لله ونتمنوا انه تكمل هكا. ونسالك مدام امازوز 4 سنوات وبضعه اشهر مترو الجزائر، عمر مترو الجزائر، كيفاش يعني ديروا باش تسيروا هذه المنظومه الكبيره وهذه وسيله النقل يعني الكبيره في نفس الوقت؟ يعني لازم تعرفوا بلي داغيغ هذه وسيله النقل اللي هي مترو الجزائر كاين بزاف العمال، كاين حوالي اليوم حوالي 630 عامل. هاد العمال كامل بداو بالتكوين، تكوين يعني من طرف دي بريمو فورماتور اللي جاو تانيك جابونا الخبره من مؤسسه التسيير اي تي بي اللي هي مؤسسه التسيير مترو باريس. جاوا لهنا جابونا الخبره وكونوا اطارات جزائريه اللي هما بالتالي كونوا العمال اللي يخدموا في البوست دو كوموند سنتراليزي يعني مركز التحكم والمراقبه، والعمال اللي راهم لهنايا باش يسوقوا المترو، العمال اللي يخدموا في المحطات يعني رؤساء المحطات. وبالاضافه الى التكوين عندنا سيستيم دو سيكوريتي في المترو اللي هو يعني تري بيرفورمان ويغيبون او نورم انترناسيونال دو سيكوريتي، يعني امن المواطنين في مترو الجزائر جد عالي، وهي اولويه شركه اي تي بي الجزائر اللي هي شركه تسيير وصيانه مترو الجزائر. وهذا يخليني انه نسالك السؤال الثاني اللي هو هذه الانظمه الامن تحدثينا عليها يعني افيك بلوس دو ديتاي. أنظمة الأمن كاين بزاف أنظمة الأمن في مترو الجزائر، نبداوها من محطة المترو. يعني المواطن أول شيء يعني اللي كيدخل المحطة عندنا لو ديسبوزيتيف دو سيكوريتي الأول، هو لأنه كما نعرفوا المترو يسير بالتيار الكهربائي 750 فولت كونتينيو، يعني أون أسيغ أن نيفو دو سيكوريتي تخي إلفي. عندنا دي ديسبوزيتيف بور كوبي الكورون باغتو في لا ستاسيون، عند رئيس المحطة في المكتب تاعو، في الكيب أيوساج تاني كيقدر نيمبورت كال مواطن أنه إلا أكتيف لو ديسبوزيتيف دو سيكوريتي باش يكوبي الكورون. عندنا تاني كالانتيريور دي تران يعني في المترو الداخل كيكون مشكل نقدروا تاني نحبسوا نقدروا ندخلوا كومونيكاسيون مع سائق المترو كي نعبزوا لو ديسبوزيتيف دو سيكوريتي، وهذا كامل مسير تاني من طرف مركز المراقبه اللي هو عنده دي كاميرا دو سورفيونس يشوف اون ديريكت واش يصرى كامل في التيران. وعندنا تانيك لو سيستيم دو راديو كي اترافير سو سيستيم لو كوندكتور دو تران يقدر يكومونيكي اون ديريكت مع البوست دو كوموند سنتراليزي. هذا البوست هذا هو اون ليزون تانيك ديريكت مع عمال الامن وعمال الحمايه المدنيه. هذا البوست الناس كي يصرى يعني نيمبورت كان مشكل في لا ستاسيون نقدروا نتصلوا بمركز التحكم، ومركز التحكم هو اللي يسير، هو يجير لانسيدون سكون ابل نو لا جيستيون دانسيدون اون ديريكت. عندنا دي بروسيدور تري ستريكت، كاع كامل عمال شركه اي تي بي الجزائر مكونين على هاد لي بروسيدور، ايز ابليك على ليتر اون كا دو بروبليم. دونك اون انترفيان يا ان نيفو دو سيكوريتي تروب الفي. عندنا حوالي 25 كاميرا في كل محطه، كاميرا المراقبه، عندنا سيستيم دانترفوني لي فواياجور، عندنا في داخل تانيك المترو ان سيستيم دانترفوني يقدر يتكلم مع السائق، والسائق اترافير لا راديو يقدر يديفوز اون ديريكت لو ميساج. دونك اون انترفيان دون لي سكوند كي سويف، وان انفوا تانيك لي زيكيب دو مانتنونس يعني عمال الصيانه باش انترفوني. يعني في حال كيما يقول لك بعيد الشر واحد سقط في لي غاي دو تخان هبط في السكه الحديد، يعني عنده 3 شونس سيغ 3 باش يسلك، يعني يقدر حتى المواطن العادي يعني يتصل برئيس المحطه ولا هو يحبس الالكتريسيتي. مي الفو با ابيوزي، لازم ناكدوا على هذا الشيء. سي سور باسكو يعني في يوزاج تاع هاد لي ديسبوزيتيف يقدر يلونترين دي زاموند، يدوه البوست دو بوليس كي سو تروف دون لا ستاسيون، يل ريسك غرو خاطر حنايا. شحال الغرامه الماليه تاعها؟ ماشي غير ماليه، سي ان بورسويت بوكو بليز امبورتون، يعني يقدر يكون حتى السجن، يعني متابعه قضائيه. سي كلير خاطر سي توت ان ديسبوزيتيف كي ديكلونش، حنايا ما راهيش سهله لا سيكوريتي. لكن ما تظنيش استاذه انها ناقصه شويه في الجزائر؟ باسكو في فرنسا مثلا ولا في باريس عندهم لي زاماتور، كاين ناس عشاق مجنونين يعني بهذه الطريقه، لم يعد جاي مترو
كاين يروحوا ديريكت يوقفوا وبعدين يعاودوا يرجعوا. بصح حنا في الجزائر ما عندناش الظاهره بزاف، يعني غغمه وين نلقاو واحد يروح يوقف. حنا في الجزائر ما عندناش الظاهره تاع الناس اللي يروحوا للكي. الحمد لله اليوم الناس راهم عقالة، حنا راهم يغيسبكت لي كونسين دو سيكوريتي اللي راهم بارتو في لا ستاسيون. يعني على ذكر هذه النقطة مصطفى، احنا نشاهد انه حتى في دول كثير مثلا في لندن ولا في دبي، يعني ما بين الرصيف والسكة يعني كاين وجهات زجاجية باش يمنعوا، يعني كيكون حالة تدافع ولا ربما تخممش مؤسسة المترو انها هذوك الواجهات اسمهم يعني لي بورت باليير. لي بورت باليير يكونوا وكاهو ما كاش سائق قطار، يعني كنت دي بورت باليير باش الناس ما يدناوش لحافه القطار حتى لوين يحبس. مي اليوم حنا عندنا سائقين يعني كي سون تري فيجيلون، يشوفوا لا فوا، يراقبوا لا فوا، وعندهم ان ديسبوزيتيف دو سيكوريتي، ان كو دو بوان لي ان كاد دو بروبليم توت سويت يلاكسيون كو دو بوان يحبس القطار. بصح لازم نعرفوا باللي اليوم هاد مترو الجزائر هي وسيله نقل جد وأمينة، يعني افيك توت سي بروسيدور وكامل هاد ديسبوزيتيف المواطن الجزائري يقدر يقول بلي في المترو الامن تري سيغ. احنا باش نتاكدوا بلي رساله، يعني رسائل انذار لحقت المسافرين، قمنا بهاد لو سونور وسقسينا بعض مرتدي مترو الجزائر اسكو لحقهم لو ميساج، واسكو شافوا يعني لو ميساج سونور ولا حتى لي بلاك اسكو شافوهم واستوعبوهم. روحوا شوفوا صريح. يا محمد بوكربوعة، إذا أمكن نتابعوا تصريح تاع المواطنين في المترو. أنا سكيم كونسير معلومة لحقتني، مي كاين ناس يتقدموا للرصيف ما على بالهمش بليك سي دونجور. أمي لحقوا كل ما تحبط لهنا تسمعهم يهضروا كذا بعد على الحافة تاع الرصيف، وزيدك تشوف الآخر لي بلاك هذوما. غير اللي الناس قاعده بالها بيان سور يلحقوا لك ميساج. خو دوكا تما تقول لك باساج دونجي شويه شايف، تما يلحقوا لك ميساج بالك تريسيتي بالك عفسه بالك تزلها قبالك. يعني اللافتات والرسائل الصوتيه قامت بدورها كما يجب مدام امازوز، واش راح تضيفوا يعني في السنوات القادمه كانظمه انظمه سلامه على المترو؟ السنوات القادمة يعني pour les extensions de métro ان شاء الله راح يكون ان سيستيم دو سونوريزاسيون اي فيديو سورفيلانس بلو بيرفورمان، يعني رانا رايحين نطوروا هذا السيستيم هذايا. اون بلوس دو هذا السيستيم كي فا اتر انكور ديفلوبي راح يكون تانيك اترافير لو مارشي دو لا بوبليسيتي ان شاء الله اللي راح يكون في مترو الجزائر. راح يكونوا دي زيكرون وين نقدروا نكومونيك اون ديريكت مع المسافرين ونبعثوا لهم دي ميساج ديريكت سور لي زيكرون في كامل محطات المترو. هذا يعني مكننا ان نكونوا على اتصال مستمر بالمواطنين ومستعملين مترو الجزائر. طيب للحديث عن هذا الموضوع، يعني كيفاش تحفزوا انه المسافرين يستعملوا المترو ربما ما يستعملوش سياراتهم؟ من الجميل تكون عندنا سياره نخرج بها بالويكاند، لكن في ايام الاسبوع علاش ما نستعملوش المترو؟ هل هناك تحفيزات؟ هل هناك يعني دي بلون دو كومونيكاسيون؟ طبعا هناك تحفيزات. دايوغ غير ما اون لونسي دي بلون دو كومونيكاسيون على اشتراكات جديدة طلبة طلبة ولا فوالا دونك الطلبة والمتمدرسين هاد لي زابونمون دونك يزون اون سوكسي امبورطون. حنايا في مترو الجزائر جاونا بزاف الطلبة ولاو يقتنوا المترو بزاف المتمدرسين الحمد لله. اون يوتيليزي لي ميديا لوغ التلفازة الراديو باش قدمنا الميساج هذا والحمد لله وصل الميساج فيكو لا فريكونتاسيون تاع المترو راهي طلعت ولحقنا 21 مليون مسافر. حتى كنت قلت لي في الكواليس انه سجلت واحد الرقم يعني جد عالي نسبه المسافرين. نسبه المسافرين لحقت 21 مليون مسافر في مترو الجزائر ونحن فخورين بهذا العدد اليوم لانه احنا سجلنا نجاح بالنسبه للي زابونمون. اليوم نشوفوا الناس تروح على 12 تشوف متمدرسين يروحوا يقولوا يقتنوا المترو سي تري رابيد المترو و تري بونكتويل والحمد لله. اليوم رانا الخدمه اللي راهي مقدمه في المترو راهي لي جون اي سون اسي ساتيسفي. يعني حتى ربما شكل المترو الداخلي يعني مقارنه مع المتروات تاع الدول الاخرى يعني متقدم، لكن فيه نقطه سلبيه يقول لك المترو تاع الجزائر قصير بزاف يعني ما نسخنوش الكرسي حتى كي نقعدوا فيه، يعني حوالي ربع ساعه 20 دقيقه تخلص المسافه. ربما راح تكون مشاريع توسعه ان شاء الله تكون مشاريع توسعه. بالطبع اليوم كاين مشاريع ثاني ان شاء الله راح نحلوا نلحقوا حتى العين نعجه دونك ليكستونسيون فيغ عين نعجه وليكستونسيون من الجهه اللي منها فيغ بلاس دي مارتير.
ان شاء الله في 2017. كاين ثاني كمشاريع راح يروح حتى لايغوبور ان شاء الله في 2020. وي تري بيان، سي اون تري بون انيسياتيف. اليوم يقدر غدوه ان شاء الله 2020 راح يقرب تلحق المترو لايغوبور ان شاء الله. ربما سؤال فقط السيده فايزه، شحال المسافه ما بين العربه تاع المترو الاخرى؟ يعني باش يجي المترو باش يجي العربه الامراء شحال المسافه؟ دقيقتين ولا ثلاث دقائق ولا الوقت؟ أربع دقائق. أربع دقائق. حنايا اليوم رانا من يوم اللي حلينا ليكسونسيون دو فيغ الحراش حتى الحراش، كل أربع دقائق عندنا مترو جديد يلحق في ليزور دو بوانت، يعني في الوقت الصباح من 7 تاع الصباح حتى 9، والعشية ثاني كيبدا من 4 ل 5، ومن بعد أون إسباس شوية باسكو لا فريكونتاسيون تنقص، يلحق حتى 5 دقائق 10 دقائق على 12 تاع 10 تاع الليل. ربما رسالة أخيرة تحبي توجهيها اليوم يشاهدوا فينا الصباح على 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 مستوى الامن، يعني شوفوا اللافتات اسمعوا الرسائل الصوتيه امر مهم. رساله اخيره يعني اليوم لازم نقولوا صح، هذه الوسيله اللي هي مترو الجزائر وسيله نقل جديده في الجزائر، نطمئن المواطنين انه سي كي وقع اي حادث في المترو الجزائر باش ما يخافوش، خاطر دي زيفاكواسيون ثاني كيكون مشكل سو تونيل حنا عندنا هي عمليه روتينيه ما فيها حتى دونجي للمواطن، او كونترير ناخذوا جميع التدابير الامنيه باش بو اسيغي لا سيكوريتي باش نخرجوا المواطنين. سي اون اوبيراسيون تري سامبل، حنايا عندنا اطارات مكونه وممرنه على هاد لي زوبيراسيون. نقولوا بلي اليوم لو نيفو دو سيكوريتي في المترو راهو الحمد لله راهو جد عالي، والاولويه لشركه اي ار تي بي الجزائر انه المواطن يحس روحو ان سيكوريتي في هذه الوسيله. ربما عندي فقط اخر ملاحظه مصطفى، في بلدان اخرى ربما اكثر تطورا من الجزائر يديروا ايام، يديروا فيها ايام مفتوحه على المترو، معناتها يوم مثلا عيد الاستقلال لمترو باطل الصباح العشيه داروهم في عيد المراه. هل ربما هذيك ما تلحقش 21 قالت مليون، ربما تلحق 30 انه يبلغ مرتدي اللي يركبوا المترو اكثر من 30 مليون. هل عندكم هذه المبادرات؟ عندنا طبعا عندنا هذه المبادرات، لحقنا وين ما نقدروش نغلقوا ابواب المترو. في يوم المراه هذه في عيد المراه درنا، في عيد المراه درنا في كي حلينا لي زيكسونسيون تاع المترو، درنا كي حلينا ليامات الاولين كي حلينا المترو الجزائر في 2011 وسيتي تري خطر ايضا في الاضراب، يعني لما كان الاضراب هيا طلعوا، يعني خرجوا الفرنسيين اللي المسؤولين هما اللي خرجوا المواطنين المسافرين طلعوا، يعني ما كانش حنا اللي كيف يوم الاضراب هذيك سيتي بارتيكولي، يعني احنا حبطنا اون كونتوي لي تران لي كادر كامل حبطنا سكنا لي تران، وبيان سور حلينا للمواطنين في مده 6 ايام، وهذاك صح ثاني كان عندنا مصائب قوم عند قوم فوائد. إذا أنا نشكرك مدام فايزة لحضورك معنا هذه الصبيحة، ونرجع لكم الخط. لكن اسمحوا لي قبل ما نختم نهنئ مسيو عمر زرقي اللي جا معنا في العدد الأول، الكوتش اللي جا عنده مزيود، نقول له يطرب في عزك إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. ونتمنى لكم حظ موفق مع بعض، في انتظار أنه أيضا هو يبعث لنا الطمينة إن شاء الله. مصطفى وعدكم بهذا الشيء. نشكرك كثير مصطفى زملاء نلتقى بك الأسبوع المقبل. نشكرك أيضا السيدة معزوز فايزة إطار بمؤسسة ار تي بي مسيرة لمترو الجزائر. أما أنتم مشاهدينا فقرات البرنامج لا تزال متواصلة، وبعد قليل العالم في 7 أيام مع عقبة العرابي بعد الفاصل ثم نعود. عودة من جديد إليكم مشاهدينا في فقرة العالم في 7 أيام مع مبارك، أو عفوا مع عقبة العرابي. مبارك دفنت من أول الشفاء العاجل، صباح الخير عقبة. صباح الخير جهيدة ومحمد من جديد. تعويض مبارك دفن في حد ذاته يعني إنجاز أسمع الشاشة عنده، عند الله يبارك متابعين خاصة في الجنوب، وعنده جمهوره أيضا. عنده جمهوره يعني تعويضه العالم في أسبوع اخترناه لكم هذه الصبيحة أو هذا اليوم، يعني تقريبا عن من السياسيين او من الرؤساء او من هم في الطريق الى الرئاسه يعني. وما اثروه يعني من مواقفهم سواء في الضحك او البكاء او في المواقف التي اختاروا ان سواء يسوقوا بها لمشوارهم السياسي او المواقف التي رصدتها لهم وسائل الاعلام وكانت اثارت الكثير من الجدل. البدايه يعني من سارة بيلين المرشحه السابقه لمنصب نائب الرئيس الامريكي. ونعم محمد يمكن أن تعطينا الفيديو ودعمها لدونالد ترامب. بعض الصحف وصفته بأنه نقل عدوى السياسة، غير مسار الحملة الانتخابية في أمريكا يعني بمقارنة بالحملات السابقة،
فدخلت على الخط سارة بيلين وتفوهت ببعض الكلمات البذيئة، وحتى أنها انتقدت الرئيس الأمريكي باراك أوباما في تعامله مع الإرهابيين ومع داعش، وصنفت وقالت أن دونالد ترامب لو وصفته بقائد الجيش الأمريكي الذي لا يتساهل مع الإرهاب، وهو ما أثار سخرية ربما سخرية في وسائل الإعلام، وحتى أن هناك حملة توقيعات في بريطانيا لمناقشة منع دونالد ترامب من يعني البرلمان البريطاني الآن يناقش منع دونالد ترامب من دخول للأسف الأراضي. يعني رئيس الحكومة رفض، لأنه في البرلمان البريطاني معروف أنه بعد 100,000 توقيع يتم مناقشة القانون على في البرلمان، التوقيعات وصلت إلى 500,000 ولم يتم مناقشة القانون بعد رفض رئيس الحكومة البريطانية براون هذا المقترح. يعني المقترح حتى أنه دونالد ترامب يعني ما ينالش الإجماع في الدول العربية بعد تصريحاته المثيرة، وتم منع الكثير من المنتجات في الإمارات العربية المتحدة، حتى أنه الوليد بن طلال يعني خلف في حرب كلامية معه على تويتر. سارة بيلين يعني معروفة بأن عندها مواقف ربما قد يراها يعني مناوئها بأنها مواقف مشرفة، مثل هي ضد الإجهاض وضد زواج المثليين، لكن تعرضت للسخرية كثيرا بسبب ربما تبعية لدونالد ترامب وأيضا لأنها خسرت أيضا هي مع جورج ماكين سابقا في سباق الانتخابات السابقة في أمريكا. ثم هي محسوبة على كل حال على التيار المحافظ في الحزب الجمهوري. من أمريكا وين نروح؟ من أمريكا نذهب إلى مصر. نعم. وإلى أوباما عفوا إلى أوباما. أوباما يعني نقعد في أمريكا. نقعد في أمريكا ودموع باراك أوباما حول بعد مقتل الأطفال في شيكاغو. دموع ربما هذه كانت دموع استعطاف للأمريكيين لتصويت أو ربما لإدراج قانون حول منع السلاح في أمريكا. نعم نعم هي الدموع هذه كانت قبل على كل حال دعم سارة بيلين لترشح دونالد ترامب، ولكن بعض المتتبعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي ربطوها يعني بانتقاد الكبير الذي واجهه أوباما، حتى أنه بعض الإعلاميين وصفوا مساره ببداية النهاية في أمريكا، ويعني ينتقدون ضعفه من ناحية بعض القرارات التي يتخذها سواء على صعيد السياسة الخارجية أو على صعيد الداخلية. يعني هذه هي الديمقراطيات وما تفرزه من لا يعني اللافت للنظر أنهم يتقبلون أن رؤساء الدول الديمقراطية أو المسؤولين يتقبلون النقد سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو على اليوتيوب أو على أي موقع، ولو كان هذا ولو غيرت رسائلهم يعني ولو قرأت أو فهمت في شكل خاطئ، لكنهم يتقبلون هذه الأشياء. والدليل أن أوباما مؤخرا يعني قام بحوار مع ثلاثة أكبر من يتابعونهم الناس في أمريكا على اليوتيوب، شباب ناشطين على اليوتيوب، بعد ما انتقدوه يعني في بعض الفيديوهات. من دموع الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى دموع الرئيس المصري السيسي، نشاهد الفيديو. أما هذه الدموع جاهدة ومحمد كانت بمناسبة الاحتفال بيوم الشباب المصري، والذي لم يحتفل به في مصر من قبل 5 أعوام، و يعني أقر في مصر هذا أول مرة يقر في مصر يعني منذ بداية الربيع. نعم هذا أول مرة يقر يوم 9 من شهر يناير، لأنه معروف أن اليوم الشباب عالميا هو في أغسطس، في 12 من أغسطس ومن أوت، ولكن بعض الدول غيرته مثل تونس دارتهم يعني مع الثورة يوم الثورة في 14 يناير جونفي، وحتى مصر. ولكن المنتقد هذا الفيديو يقول بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني ليست هذه المرة الأولى التي يبكي، كفيلا أن تضع في اليوتيوب بكاء الرئيس السيسي لتجد بكاءه في صلاة الظهر، بكاءه في كل المناسبات. هل ترى أنه بكاء الرئيس هو استعطاف للشعب، أم ترى أنه صادق في قضايا مفصلية مثل هكا أغنية وطنية يبكي لها رئيس دولة مثل دولة مصر؟ هو يعني ردة الفعل بالنسبة للرؤساء غالبا ما تكون يعني مدروسة من البروتوكول أو من يعني مخطط لها هذه الدول، مخطط لها للاستعطاف أو ليتحول من قائد رئيس يعني من رئيس دولة كإداري إلى قائد أو قائد روحي للأمة،
وخاصة وكل شعوب يعني لديها ثقافاتها في هذا المجال، مثل الرئيس فلاديمير بوتين يعني نشوفه احنا في فيديوهات كثيرة يمارس الرياضة، يحاول أن يكون إلى آخره. أما الرئيس كل يعني نحن لسنا يعني هنا في مجال النقد على كل حال، ولكن مجرد نقل الوقائع لبعض أو بعض المتابعين وبعض كلام المتابعين حول هذه الظواهر. يعني هو بكى أمام النشيد وأمام هذه الأوبرا، لكنه لم يبكي على ضحايا رابعة. معليش نروحوا من مصر، روحوا. نعم هذه السياسة على كل حال. بعيدا عن السياسة، بعيدا عن الدموع، إلى لقطة أثارت الكثير من الجدل وتحولت إلى ما يعني سالت الكثير من الحبر وقاموا عليها الدنيا، البلاطوهات في جنوب إفريقيا، نشاهدها في هذا الفيديو. عقبة أنا هذه الصورة مألوفة عندي، شفته في الجزائر. نعم هذا جيكوب زوما على كل حال، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، في ندوة في البرلمان الجنوب إفريقي حول موارد المياه في بلده، يعني أصيب بنوبة الضحك. تشاركني في نفس الرأي محمد؟ تفضل عقبة. أصيب بنوبة الضحك، والملفت للأنظار هو تعاطي رئيس دولة الذي هو الرجل الأول يعني في الدولة مع رئيسة البرلمان، نراها تتعامل مع نوعا ما بقليل من الصرامة، وهو يتجاوب ويضحك ويقول ضحكي ليس مؤذي، ضحكي هو صحي لكم، وسوف أجيبكم على الأسئلة المتعلقة بالموارد المائية. هذا ما لدينا الآن في جعبتنا من طرائف أو مواقف السياسيين في العالم في فقرة العالم في سبعة أيام. نشكرك كثير عقبة، نلتقي بك الأسبوع أو نلتقي بك غدا في محطة الصحافة في الأسبوع القادم مع جولة جديدة من الأخبار حول العالم. أما أنتم مشاهدينا، صباح الخير لكل من التحق بنا اللحظة. شروق مورنينج ويكاند متواصل معكم إلى غاية 11 صباحا، فقرات متعددة ومتنوعة، وبعد قليل مشاهدينا الكرام، وربما الند في أسبوع، لكن بعد هذا الفاصل ثم إذن الند في أسبوع. لهذا الأسبوع نرصد فيه لكم أهم ظواهر عبر شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، انستغرام ويوتيوب، والبداية بالجزائر. هاشتاغ الجزائر ترتقي بأخلاق شبابها جهيدة، يعني في كل أسبوع عودنا الجزائريين أنهم يخرجون هاشتاغ. هذا الأسبوع كان في هاشتاغ جديد اسمه الجزائر ترتقي بأخلاق شبابها. هذا الوسم يعني هو يهدف إلى دعم الشعب الفلسطيني المحتل، وهذا في إطار دعم اللامشروط الذي تقدمه الجزائر. يعني شاهدوا في هذه الصورة هو العلم الفلسطيني بإحدى الولايات الداخلية، الذي وهذه الصورة التي تزامنت مع تساقط الثلوج نهاية هذا الأسبوع جهيدة. أتوقع أن يكون هذا المكان الجميل في باتنا في مروانة تحديدا، لا أدري، لكن أتوقع أن يكون في الشرق الجزائري. سافرت إلى مروانة؟ نعم سافرت إلى مروانة باعتبار أن الثلج سقط أكثر في الشرق الجزائري من الغرب. لكن هذا الهاشتاغ مشاهدينا الكرام تم تداوله بكثرة، الجزائر ترتقي بأخلاق شبابها، نصرة القضايا العادلة هو من ضمن أخلاق الجزائريين وأخلاق الشباب الجزائري الذي ارتأى أن يسند هذه القضية على سجيته أو على مثل ما يريد محمد. نعم نروح إلى ثاني محطة في أخبار في النات في أسبوع لهذا الأسبوع. شاهدنا احنا ان الوزراء يبهدلوا الكثير من المسؤولين ولا المدراء اللي تحتهم عبر الولايات، ومن بينهم وزيره الاتصال هدى ايمن فرعون، لكن يبدو ان السحر انقلب على الساحل هذه المره الجهيده، لان الوزيره يعني اخذت نصيبها من النقد من طرف نائب البرلماني سليمان سعداوي. شاهدوا هذا الفيديو ونعود. كاع من بكري القضية هذه احنا قلناها في سنوات، معناها ماهوش اليوم، بالك غير كنت اليوم استلمتي المهام هذه وما هاد النديب والشكايات رانا شاكينها قبلك، وقلنا رزق الدولة مشى يندار فوق الحجر وفي الويبان. معليش اسمعني، اليوم تغيير الشبكة الجديدة، احنا واش نطلبوا من إدارة اتصالات الجزائر؟ أنو الشركات هذيك اللي حطت لافي من فوق الحجر، كيفاش تخدم معاها؟ ماشي مزيان تخدم معاها.
إذا وزيرة البريد الشابة 37 سنة هدى إيمان فرعون كانت قد بدأت استوزارها لحقيبة البريد وتكنولوجية الاتصال بزيارات مفاجئة كانت تقوم بها لهذا القطاع لمعرفة حقيقة ما يدور في قطاعها. اليوم هذا النائب على المباشر يتحدث لها عن العديد من الأخطاء التي شهدها القطاع وعن شكوى كان قد أودعها محمد. بالفعل جهيدة، ويعني يبقى الوزراء يبحثون عن الواجهة والنواب أيضا مثل هذا النائب سبيسيفيك وغيرهم. أنا أسألك جهيدة، العرس في الجزائر شحال يستقام عندنا في الجزائر العرس؟ يعني على حسب، عرس فخم عادي ربما من 100 مليون إلى أكثر، لكن في كاين مواطنين سوريين في عز الأزمة العرس تاعهم يستقام 2 مليون دولار. 2 مليون دولار هي تكلفة العرس تاع ابنة رجل أعمال السوري فاروق جويد والذي أقيم في لبنان، يعني عرس فخم بأكثر من 2 مليون دولار. يعني هذا العرس وهذه الصور اللي أنا شاهدوها يعني أثارت جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد ومعارض. في يعني المعارضين قالوا يعني كيف لهذا رجل الأعمال السوري أنه المضايا تموت جوعا منذ 7 أشهر، هو يقيم حفل زفاف بنته ب 2 مليون دولار، يعني لو كان نرجعوها في السوق السوداء في السكوار هو 32 مليار، يعني المبلغ تاعها العرس ب 32 مليار. في وقت قالوا آخرون أنه هذا الرجل أعمال ما دام أنه لباس به وعنده درهم من حقه أنه يقيم حفل زفاف البنتو كما حب وبالمبلغ اللي حب. وأنت وش رأيك؟ طبعا أنا ضد كل هذا، في النهاية هذا بذخ ليس في محله، باعتبار أن سوريا اليوم تئن ولا تزال حافلات تبرع تصل إلى مضايا تباعا، في انتظار أن تعرف الأزمة السورية انفراجا في القريب العاجل إن شاء الله لإخوتنا السوريين، لنوجه لهم تحية من منبر شروق مورنينغ ويكند ونقول لهم جمعة مباركة. من سوريا والأعراس 2 مليون دولار روحوا إلى أمريكا وجائزة الأوسكار. نعم، هذا الممثل الذي ربما يظهر على الشاشة اليوم ويل سميث أعلن مقاطعته لحفل توزيع جوائز الأوسكار في دورتها 88، وانضم إلى عديد الممثلين المقاطعين احتجاجا على عدم ترشح أي ممثل غير أبيض لنيل جوائز عام 2016. هذا الممثل الذي ربما يمر على الشاشة نعم أمامي الآن كان قد أجرى حوارا أو مقابلة مع برنامج Good Morning America. يعني شروق أنه Morning News تحهم ومحنا Good Morning America. نعم، أجرى حوارا معهم وقال أنه على خطى زوجته بيكيت سميث التي هي بدورها أيضا قاطعت هذا الحفل. يعني قبله كان المخرج السينمائي سبايك لي والممثل إدريس ألبا والممثل سامويل جاكسون قد قاطعوا هذا الحفل احتجاجا على عدم ترشيح أي رجل أسود لجوائز الأوسكار، وكان في هاشتاغ أوسكار سو وايت، يعني الأوسكار مخصص فقط لذوي البشرة البيضاء. يعني مشكلة السود تطرح بكثرة في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن ربما الحفل سيكون يوم 28 فبراير المقبل هو سيكشف ربما على الكثير من المفاجآت. أنا أتوقع أنه جائزة أحسن ممثل يأخذها ليوناردو دي كابريو عن فيلمه الأخير جهيدة. وهو ممثل أبيض، يعني هو كان نادى بأنه لازم يكون أبيض فبالنهاية هو أبيض. أبيض. من أوسكار مشاهدينا الكرام إلى بريطانيا. بريطانيا اللي كانت عرفت هبة كبيرة من اللاجئين على أراضيها، اليوم هؤلاء اللاجئون يشتكون من قيام السلطات البريطانية بطلي أبوابه أو أبواب بيوتهم باللون الأحمر. لكن ربما نطلبوا فقط تغيير الصورة، لأنه هذه الصورة تاع الموضوع اللي أوجينا بعد قليل. إذا مثل ما ذكرتي جهيدة في بريطانيا يعني اللاجئين تفاجؤوا أنه دوهم المركز، يعني هي عبارة عن شقق متجانبة لبعضها، لكن اكتشفوا أنه الأبواب تاع الشقق تحمي أبواب حمراء، ربما هذه عنصرية تمييزهم، تمييز يعني بدليل أنه الكثير من المهاجرين تعرضوا إلى الرشقة بالبيض والحجارة من طرف بعض البريطانيين المتعصبين. وكان كثير يعني شبهوها مثل ما كان يحصل مع اليهود في ألمانيا في وقت النازي، يعني كانوا يعلقوا لهم نجوم حمراء. اليوم في بريطانيا اللاجئين أبوابهم يعني كانوا يعلقوا لهم عفوا نجوم صفراء، اليوم اللاجئين أبوابهم حمراء. إذا هذه الصور اللي أنا نشاهد فيها جهيدة،
والحكومة البريطانية يعني وعدت أنه واحد يكون فيه تحقيق، لأنه إذا كان فيه أي ربما اكتشاف أي شكل من أشكال العنصرية سيتم إيجاد حل لهذا المشكل. يعني اللاجئين في كل مرة يروحوا يعني المشاكل سواء في ألمانيا ولا بريطانيا ولا سويسرا ولا المجر ولا بلغاريا، حتى في الجزائر يعني اللاجئين يعني من عدة مشاكل. طيب محمد، من اللاجئين أسألك سؤال، لو كنت في شوارع العاصمة ووجدت أسدا ماذا ستفعل؟ لو كنت في شوارع العاصمة وجدت أسد يعني حقيقة يعني ما نتوقعش يعني أنه في شوارع العاصمة يكون فيها أسد. وأنا أسألك سؤال، يعني إحنا في الجزائر يعني يتبحرون دراري صغار، يتبحرون القطط، يتبحروا حيوانات، ولكن يتبحروا سبوعة. لكن في دبي سبوعة يتبحروا في شوارع جهيدة. إذن مشاهدينا، أسد تاه في شوارع دبي. نعم، أسد أقول تاه في شوارع دبي وهرب من منزل من منطقة البرشاء 2، وتم إيداعه، الشرطة إلغت القبض عليه وتمت إيداعه بشباك الحج الصحي المخصص للحيوانات التابع لبلدية دبي. هذا الأسد يبدو أنه تاه ليلا كما تلاحظون. يعني هو في عمره 4 أشهر فقط حسب يعني ما أعلنت عنه وسائل إعلام إماراتية. يعني لم يتم حتى يعني صاحب الأسد ما فقش أنه الأسد الشبل تاعه يعني هرب له من البيت. ومعروف أنه في الخليج وفي دبي تحديدا وأبو ظبي يعني هناك هوس لدى أصحاب المال بتربية الحيوانات الشرسة على غرار الأسود والنمور وغيرهم. يعني من الأسد ومن الأسود اللي تهرب في دبي نروح إلى لاعب كرة قدم شهير، نشاهدوا هذه الصورة قبل وبعدين نقولوا نعلقوا عليها. الصورة إذا أمكن. نعم، إذن هذه الصورة اللي نشرها اللاعب الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي على صفحته في تويتر، وطلب من كل يعني متابعيه والمعجبين به أنهم يساعدوه باش يتعرف على هذا الطفل العراقي. هذا الطفل العراقي جهيدة هو مهوس بميسي، يعني يعشق ميسي إلى حد تمالى، بدليل أنه للأسف هو في منطقة دهوك بالعراق. إقليم دهوك يعني إقليم فقير جدا يعاني من الحروب، يعني ما يقدرش يتحصل على قميص ميسي. يعني يقام يعني كما احنا نقولوا حكم الساشية، اللي هي تشير باللون الأبيض والأزرق، هو لون القميص المنتخب الأرجنتيني، يعني كتب فيها ميسي. صورة أثرت كثيرا في ليونيل ميسي وطلب أنه مساعدته لمعرفة مكان هذا الطفل العراقي، قصد مساعدته بإهدائه قميص ميسي، يعني قميص ميسي اللي يلعب به وليس قميص ميسي الذي يباع في المحلات الكبرى. حتى إدارة نادي برشلونة دخلت على الخط وطلبت من كل أنصارها والمعجبين بالأسطورة ليونيل ميسي يساعدوها باش يوصلوا إلى هذا الطفل. إذا ربما ليونيل ميسي يبحث عن شهرة ولا يبحث عن إدخال فرحة لهذا الطفل؟ أظن أنه يبحث عن إدخال الفرحة، لكن الجواب الحقيقي سيعطيهن خالد تهامي في فقرة الرياضة بعد قليل. فاصل ثم نعود. نجيو إلى استقراء التاريخ الإسلامي. قد أجزم دون شك بأنه لم يوجد على مر التاريخ ولا حالة واحدة أجبر فيها إنسان على الدخول في الإسلام. نعم، لم طرف السلطة ولم طرف الشعب على مر التاريخ الإسلامي، وإن شاء الله ما تكونش إلى يوم الدين. لأنه إحنا نعتقد بأنه الإكراه في الدين ينتج النفاق وينتج الخيانة وينتج الغدر، ولذلك نحن نرفض الإكراه في الدين. إذا كان تكره واحد على أن يسلم وهو رافض، معنى أنت تدفعه إلى النفاق، وإحنا عندنا النفاق هي أسفل الدركات في جهنم والعياذ بالله، درجة المنافقين. فلذلك إحنا ممكن نحترم الكافر الذي يعلن كفره أكثر من المنافق الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام. على الأقل هذا كو خارج بها طيب دمر ربي وعباده ولذلك قلت عندنا في ديننا معصية إكراه الناس على الإسلام مرفوضة رفض مطلق. طيب لو هذا من حيث المبدأ، تحدثت أستاذ عبد الحميد حشدي لي تو على تبسيط المفاهيم. جزائر بلد يدين بالإسلام. نعم، الدين هو دين الدولة،
مؤخرا في تعديل الدستور الجديد كان في مادة موجودة عن أن الدين دين الدولة، وضيفت مادة هي حرية المعتقد لكن حرية ممارسة الشعائر الدينية في البلاد. في الجزائر، الجزائر قارة 140 ولاية يدين غالبية الجزائريين بالإسلام، أين ينتهي حدي كممارسة للدين الإسلامي وأين يبدأ حد الآخر كممارس لديانة أخرى في نفس البلد في نفس التوقيت وفي نفس الزمان والمكان؟ نعم، لازم نفرق أولا بين أنماط الأنظمة اللي السياسية الموجودة، بين الدولة الثيوقراطية يعني الدولة الدينية المحضة مثل دولة إيران مثلا، نعم، ودرجة أقل مثلا العربية السعودية، وبين الدولة المدنية لكن التي تتبنى دينا معينا سواء نعم. الإسلام أو المسيحية مثل الجزائر، دولة تعتمد الديانة الإسلامية كدين للدولة. الولايات المتحدة تعتمد المسيحية كدين للدولة، وبين الدولة اللائكية المدنية اللائكية التي لا تقر بأي سلطان للدين في الحياة السياسية ولا مثل فرنسا مثلا. نعم. نحن رانا في الخانة الوسطى، دولة مدنية لكن تعلن صراحة في دساتيرها منذ الاستقلال وإن شاء الله إلى يوم الدين، ونتمنى أن يعني تتطور وتتجسد أكثر هذا المبادئ، دولة تعتمد الإسلام كدين. نعم. أستاذ عبد الحميد حشدي، فقط لدينا اتصال لهاتف الأخ الأحسن من ولاية سطيف، صباح الخير. ربما انقطع المكالمة أخ الأحسن. نعم. إذا نواصل الحديث. قلت فالجزائر في الخانة الوسطى هذه التي تعلن صراحة في نصوصها وفي دساتيرها بأن دينها هو الإسلام. الآن الدولة أو قوانين الدولة تسعى إلى تنظيم الشعائر وتنظيم ممارسة الشعائر بالنسبة لغير المسلمين، أنه من حقهم أن يعلنوا وأن يظهروا، ومن حقهم أن يمارسوا وأن يحتفلوا. هذا الحق اللي تقريبا متفق عليه حتى بعض النصوص الأممية، يعني أنه الإنسان من حقه أن يتبنى الدين الذي يختاره، ومن حقه أن يظهر ذلك، بخلاف ما هو موجود مثلا في الدول اللائكية عند فرنسا، يقول لي إظهار أي مظهر من مظاهر التدين في المؤسسات العمومية يقول لي مشكل، بينما نعم. مثلا في إنجلترا غير هذا الأمر غير مطروح في نعم. ألمانيا ولا في الولايات المتحدة. نعم. احنا عندنا كذلك الأمر. عفوا أستاذ عبد الحميد حشدي لكي لا ينقطع الخط، معنا الأستاذ بن عمر من تلمسان، أهلا بك وصباح الخير. صباح الخير عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل بسؤالك. سمحوا لي على كل حال، كنت نشوف واحد إذا أمكن فقط ترفعون مستوى الصوت باش نسمع مليح الأخ بن عمر من ولاية تلمسان. سمحوا لي على كل حال. السلام عليكم. وعليكم السلام. صباح الخير تفضل أخ بن عمر. كنت نشوف واحد القناة والله ما عرفت واش هي، جايبين إمام يهضر على الدستور باش يقدموه للشعب في المسجد. نعم بعثني الشيخ. نعم. باش تكلموا على الدستور؟ قلت لك كنت نشوف واحد القناة والله ما حسيت واش هي دروك، جايبين إمام يهضر على الدستور باش يلقيوا على الشعب في المساجد. نعم. يا أخي أنا مش عارف، أنا تبان لي هذا غير ممكن. نعم. الدولة لازم تتكلف بالدستور تاعها مع البرلمانيين تاعها ومع الدولة تاعها، الشعب خاطي. لكن الأخ بن عمر، احنا اليوم في شروق مورنينغ، أخ بن عمر اسمعني فقط، احنا اليوم في شروق مورنينغ قلنا نحكيو على حرية المعتقد يعني من الناحية الدينية في الجزائر، إذا أمكن ربما تشاركنا في هذا الموضوع ولا عندك سؤال تطرحه ولا أي شيء. أنا قلت لك سمحوا لي على كل حال، أنا كنت نشوف إذا عاود راني شفت. سمحوا لي على كل حال. معليش يعني احنا كنا سعداء جدا باتصالك معنا، وتحيه ليك ولكل متابعي برنامج شروق مورنينغ ويكند في تلمسان. انا ممكن هنا عندي تعليق بسيط، يعني هو لم يصدر من وزاره الشؤون الدينيه اي تعليمه او اي مذكره تامر الائمه بتناول هذا الموضوع في المساجد. نعم يعني هذا في الى اخر لحظه الى الان، وانا يعني في اتصال مباشر ودائم مع الوزارة. نعم. وبالتالي لم يصدر إلى الآن لا تعليمة ولا مذكرة ولا أي توجيه صريح ولا مبطن في هذا الإطار. هذا ممكن هذا الإمام هذا راه يجتهد اجتهاد خاص، فالله لا أدري يعني. نعم
ربما قبل ما نعود الحديث حول هذا الموضوع معنا السيد عدة حرش من ولاية شلف. صباح الخير سيد عدة. السلام عليكم خويا. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، تفضل. والله حاب نطرح سؤال على الردة، واحد يكون مسلم ثم يرتد بعد ذلك، هل يقتل شرابة أو يقتل ردة؟ نعم. كيف نوفق بين هذا وقوله تعالى مثلا لا إكراه في الدين الآية؟ نعم. سؤال واضح. نعم. شكرا لك. شكرا لك، تستمع الإجابة السيد عدة. الله يبارك فيك. شكرا بارك الله فيك. يعني أثناء مواصلتي في الموضوع اللي كنت أتكلم فيه راح نتناول هذا السؤال تاع الأخ الفاضل. قلت بلي احنا في الجزائر رانا في الخانة الوسطى اللي تعتمد فيه الدولة الإسلام كدين، وبالتالي تقر بحرية ممارسة الشعائر لغير المسلمين، لكن في نفس الوقت تنظمها وتضبطها، بخلاف مثلا الدولة الثيوقراطية الدينية التي تحرم مطلقا ولا تسمح بأي وجه من وجوه انتشار أي دين آخر أو ممارسة شعائر أخرى حول في ترابها. احنا مع حرية المعتقد، لكن إذا كانت موجودة لكن تكون في إطار القوانين التي تسيرها الجمهورية وتسيرها الدولة الجزائرية. هنا نجيو للسؤال الذي طرحه الأخ الفاضل. احنا معروف أنه في فرنسا لما دخلت وبنات المدرسة نتاع القسيسين في المحمدية اللي قديمة كانت تسمى لافيجري وبنيت وسميت على هذا القس لافيجري، وكان الغرض من وراء ذلك هو أن تكون الجزائر انطلاقة لتنصير كل إفريقيا بالإكراه. فمعروف في التاريخ، وهذا حتى يعني المؤرخين الغربيين لا ينكرونه، فكان القساوسة والمنصرون أو المبشرون لما يذهبون إلى أدغال إفريقيا الخبزة في اليمين والصليب في اليسار، هذا أول، هذا بعد ما يقتحموا تلك القرى والقبائل عنوة يعني بالقهر وبالقتل مثل ما فعلوا هنا في الجزائر. لكن هنا تأكدوا يقينا بأنه لا يمكن تنصير الشعب الجزائري، دليل أنه أحد أساسة الفرنسيين ولما تساءل قال لما جاء إلى الجزائر بعد ما سقط يعني سقطت الدولة الجزائرية ودخل المستعمر الفرنسي، جاء أحد الساسة الفرنسيين لما دخل هنا الجزائر قال المساجد مازالها كاينة والناس مازالها تصلي، قال لهم بعد هذا كامل مازال كاين الجمع، قال له نعم. ماذا نفعل إذا كان قرآنهم أقوى من مدافعنا؟ نعم، ربما نوصل الحديث حول هذا الموضوع لكن بعدها نستقبل هذا الاتصال من السيد محمد بن مجان من ولاية باتنا. سيد محمد هل أنت في الاستماع؟ قال وي راني في الاستماع. السلام عليكم. صباح الخير. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، تفضل بسؤالك سي محمد. حبيت برك نسقسي الأخ الشيخ. تفضل. حول حرية الدين، حبيت نسقسي برك مثلا في رمضان. ألو؟ نعم في الاستماع، تفضل. في رمضان مثلا واحد يقول لك مثلا ياكل رمضان في النهار، يقول لك اخويا مانيش مسلم، قادر ياكل رمضان قدام الشعب ولا؟ صح، بارك الله فيك. سؤال جيد، شكرا لك. نعم. السلام عليكم. إذا قلت بالنسبة للفرنسيين عجزوا وأعلنوا ذلك، قال لك ماذا نفعل إذا كان قرآنهم أقوى من مدافعنا؟ لكن في دول أخرى وين كان، ولا في مع شعوب أخرى وقوميات أخرى وين ما كانش عندهم دين يواجه هذا المستعمر، كانوا يرضخون، بالتالي كانوا يخضعوا للمساومة، الخبز ولا الصليب، أو الخبزة مع الصليب، دي الخبزة نعطيك معها الصليب، لازم تتنصر. لكن احنا هذا الأمر هذا لا يوجد عندنا، والحالات النادرة القليلة جدا التي تنصر فيها بعض الجزائريين في فترة الاستعمار تعد على الأصابع. بالتالي لافيجري يعني إذا كان نديروا عملية تقييم خرج خائبا من تجربته، والمستعمر الفرنسي سقطت كل مشاريعه لتنصير الشعب الجزائري. نعم. الآن هذه العناصر التي نقدروا نقولوا رضخت ممكن ولا انساقت وراء ولا المستعمر ولا اختارت يعني حتى إذا كان تحت الاستعمار ما يش حرية مطلقة، تختار دين نتاع الغالب
بالضروره ليست حريه يعني حريه كامله. نعم. لكن احنا نقولوا بلي هذه القله القليله التي اختارت في تلك الفتره الان ممكن بدات تجد لنفسها جوا مع الحريات والانفتاح والانفتاح يعني. هذا اللي راه موجود فبدات تتكاثر بشكل خلينا نقول اصبح يقلق نوعا ما. احنا واش نقولوا؟ احنا نقولوا بلي ما دام الجزائر دولة تتبنى الإسلام كدين لكن هي دولة مدنية ليست دولة دينية ليست لا لحد الآن لا تطبق الشريعة الإسلامية 100% صحيح تعتمد الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع ابتداء للتشريع لكن لا تطبق كثير من الأحكام من أحكام الشريعة الإسلامية وبالتالي حكم الردة اللي منصوص عليه في الكتاب والسنة الآن ما هوش مطبق معناها في هذا الجانب هذا خاضعين لبعض القوانين المدنية اللي هي قوانين بشرية هذا نعم. الناس هذو احنا نعم قبل لكن أن ربما لأنه فيه كثير من الاتصالات الأستاذ عبد الحميد حشادي نروح باش نجاوبوا الأستاذ الأخ اللي اتصل بنا من باتنا حول يعني هل يجوز يعني الرداء ما تعاقبش عليها هذا ودخل دخل معاه هذا يعني إذا كان الإنسان اختار أن يغير دينه هل نجرمه هل نعاقبه الآن في إطار القوانين المدنية الموجودة ما تقدرش تجرمه ما تقدرش تعاقبه لكن ديانة هذا الإنسان هذا يعتبر مرتدا وهو خالد في جهنم يعني هذا الإنسان هذا حتى حكمه في ظل حكم الإسلام هذا الإنسان هذا يعني إذا كان رحنا إلى أرأف وأرحم التجارب التي مرت علينا وهي تجربة سيدنا عمر بن الخطاب لما جابوا الواحد ارتد أمر بحبسه إلى أن يموت قال لهم خلوه وناقشوه أن يحبس ويناقش لأن الإنسان قد يكون صاحب شبهة قد يكون إنسان معتل فكريا عنده أي سبب من الأسباب هنا أنا في الجانب هذا أؤكد على دور وواجب الدولة والعلماء والدعاة في مناقشة هؤلاء وفي محاورتهم لإعادتهم إلى جادة الصواب بعيداً قبل أن نجرمهم وقبل أن نعاقبهم هذا شيء الآن حريتنا إحنا أنا كمسلمة واحد كلا رمضان باش ينبسطوا واحد أو كلا رمضان نعم. قدامي نعم. هل أنا نحترم من منطلق أنه هو حر؟ لا أنا هذا أنا هذا شوف في إطار فضل. في إطار في إطار الحريات العامة نعم. التي تقررها كل القوانين العالمية أنا لا يجوز لي أن أعتدي على حرمة وعلى النظام العام لأي مجتمع فإذا كان إحنا عندنا في المجتمع الجزائري إحنا عندنا رمضان وعنده حرمة عندنا قدسية عنده قدسية وبالتحديد في بلاد شمال إفريقيا يعني إحنا عندنا يعني ارتباط كبير بشهر رمضان نقدموه على فمن حيث اللي يعني الاهميه نقدموه حتى على كثير من الشعائر احنا نعم. مثلا لو تروح للمشرق مثلا يركزوا على الصلاه تروح طيب لو نجيب باختصار دغواو بتصل كاين بزاف متصلين الهاتف يكاد ينفجر دغواو حتى في الفيسبوك نعم هاني جاي نقول باللي خلينا ناخذ باللي في اطار الحريه انه الانسان هذا يكون دينه ما يشاء نصراني ولا وش يحب نعم. لكن في اطار القانون والحريات العامه لا يجوز له ان يخدش الذوق العام الذوق العام والنظام العام تاع اي مجتمع حبيت تاكل لك الحريه المطلقه في ان تاكل حتى اذا كنت مسلم عاصي نعم روح ستر روحك وكل على روحك هذا الذي اتكلم عنه قام به حتى بعض الغربيين الناس اللي تحترم نفسها وتحترم معتقدات الاخرين شحال كانوا عايشين معنا لي كوبيرا هنايا الجزائر من نهار استقلتهم احنا معمرين بلي كوبيرا معنا رواسة يعني شيوعيين ما يؤمنوش بربي يوغوسلاف كانوا عندنا المان كانوا عندنا كل الاجناس كانت عندنا هنا هل رايتم يوما احدا من هؤلاء الغرب الناس المتحضرين تاع الصح مشى في وسط الشارع وكلا رمضان ما هوش مطالب هو تحت ماشي تحت مسمى الحريه مش تحت لكن هو احتراما لذوق هذا المجتمع احتراما للنظام العام ما يخدش الحرمان تاع الشهر هذا يروح لداره ويطيب وياكل على روحه اما انك تجي تستفز مجتمع باكمله تجي تستفز دوله باكملها تعلن صراحه انه دينها دين الاسلام وتحمي هذا الاسلام وانت تجي تخدش هذا الذوق العام وهذا النظام العام لا يكفله لك لا قانون ولا دين ولا نعم. اي قانون اخر نعم ربما معنا اتصال السيد عبد الحميد من تبسه السلام عليكم صباحكم بخير خويا صباح الخير والله نحييكم ونحيي الاستاذ اللي راه معكم
ومعكم عبد الحفيظ بو خاتم تبسه. اهلا بك. اهلا عبد الحفيظ. الله يخليك خويا. والله عندي يعني واحد الملاحظه فقط من خلال هذا البرنامج تاعكم. نعم تفضل. نعم راكم تسمع فيا؟ انا نسمع فيك تفضل عبد الحفيظ. والله راكم تتكلموا على حريه المعتقدات، ولكن نحن اليوم رانا في دوله جزائريه مسلمه ولم نرى ولو ذره من الدين نتاعنا، سواء في الدستور يعني او يعني ملغي خلاص، يعني وصلنا حتى لدرجه حتى ممكن نجيو ما عادش يخلوهم يصلوا فيهم. اين هي حريه المعتقدات؟ ونحن مع انه نحن دوله اسلاميه. شكرا. نعم بارك الله فيك. شكرا لك. فيك بارك الله. نعم. اذا عبد الحفيظ من تبس اثار هذا الموضوع. معنا ايضا سؤال من الفيسبوك، شخص يقول هل ممارسة الطقوس الدينية الغير إسلامية أمام الملأ يكفله الدستور، وما حكم الشرع في هذا؟ إيه الآن هو هذا الأمر هذا موجود، يعني ماهوش قديم. إحنا عندنا كاين مثلا في العاصمة نوتردام يعني شاهدة على ذلك، النصارى يجيوها ويماسلوا فيها حتى من 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 الجزائريين. هذا الأمر هذا مكفول قانونا ومسموح به في إطار القانون. احنا اللي الان الدوله الجزائريه واش راها ترفض؟ ترفض انه هذه الشعائر اللي راها تمارسها بعض خلينا نقول الجمعيات الدينيه والتبشيريه اللي راها لحد الان جديده على المجتمع الجزائري. احنا معروف باللي المذهب اللي كان المذهب المسيحي اللي كان موجود هو المذهب الكاثوليكي. الان راه عندنا لي بروتستان هذو وهذو المبشرين الجدد هذو، ها هذو اخطر. علاش؟ لانه موش مكتفي بانه يكون هو نصراني، وانما يسعى الى تنصير الشعب الجزائري. نعم، لكن استاذ ربما احنا عندنا واحد المفارقه غريبه عند الجزائريين، انه احنا لما يكون انشاء مساجد في اوروبا احنا يعني نفرح بها، ويعني مثلا اذا تم محاربه مثل ما حصل في سويسرا لما كانت في حمله لازاله المآذن يعني كنا ضد هذه الحمله، لكن في الجزائر لما يشوفوا ربما واحد رايح للكنيسه يؤدي الشعائر تاعه والله يكون فيه استهجان نوعا ما. والله شوف انا في بلدتي في مدينه الصغيره كان كاين كنيسه والقسيس كان يمشي بيننا بالعكس، وكان حتى الناس يتعاملوا معاه بشكل طبيعي جدا. الى يعني الى عهد قريب كان الناس والاولياء يديوا لاولادهم يقري لهم الفرنسي ويقري لهم عادي ويتعاملوا معاه وعايش بيننا ولا حرج. ويجوا الافارقه، يعني الافارقه خصوصا اللي اللاجئين ولا اللي يجعلوا الجزائر معبر لاوروبا يجيوا يرقدوا عنده عايشين معنا ودرنا معاهم حتى صدقات، يعني ما كان حتى مشكلة. سؤالي واضح أستاذ حشادي، عندما نقول تبدأ حريتي تنتهي حريتي عندما تبدأ حرية الآخرين. نعم. طيب، لكن ألا ترى أن هذه الجملة في حد ذاتها جملة فضفاضة؟ لما نقول أنه أنا حرة في ممارسة ديني، ولما نقول أنه أنا لا أعتدي على حرية الآخر وأظهر ديني، هذا اعتداء على حرية الآخر في حد ذاته، يعني في حد ذاته كمبدأ أني أنا أمارس ديانتي أمام الآخر. ما هي الحدود الفاصلة بين حرية الأديان في البلاد وحرية ممارستها؟ هل نمارسها أمام الملأ دون إضرار بالآخر؟ يعني في إطار النظام العام نعم ما كانش مانع، لكن شو إذا كانت هذه الممارسة ولا حتى إذا كان هذا الإعلان والإظهار تاع المعتقد لا يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام، لا يؤدي إلى الإضرار بمصالح الأمة، لا يؤدي إلى لا يستتبع ذلك علاقات مشبوهة مع الخارج، لا يستتبع ذلك موالاة لعدو من الأعداء إذا كنا معاه في حرب ولا كنا معاه في خصومة، لا يستتبع ذلك التهجين والتشنيع والإساءة والتهجم على الإسلام. مارس ديانتك على روحك، لكن تولي تجعل من ممارستك لدينك منبرا للطعن في ديني، هنا لا ربما او منبر لنشر الدين تاعك. نعم، يعني مثل ما يحدث للاسف. نعم. في الكثير من الولايات. ربما معنا اتصال اخر، ربما ما فيش اتصال، انقطعت المكالمه. نعود للسؤال الاخت من الفيسبوك، تقول يعني هل ما دام انه كاين طائفه من المسيحيه هم يامنوا يعني بوجود الله لكن ما يامنوش بنفس التعاليم تاع الاسلام، هل يجوز ان نسميهم كفار ام لا؟ كاين طائفه من 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 الكتابيين الذين يؤمنون بوجود الله عز وجل، لكن ماهوش نفس الايمان الذي نؤمن به. نحن اللي يعتقد باللي ربي ثلاثه غير اللي يعتقد باللي ربي واحد. نعم، شتان بين ذلك وذا. لكن احنا واش نقولوا؟ كاين اللي يعتقد يقول لك نعم لا اله الا الله بصح يوقف. احنا عندنا الاسلام
والدخول في الإسلام ما يتمش إلا بالشهادتين، لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا كان ما قلتش محمد رسول الله شهادتك ما يشتمه. يعني إذا كان الإنسان هذا لا يقر بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كان ادعى أنه مسلم يدعيه على روحه، لكن وهو لا يقر بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يعتبر مسلم، هو كافر أكيد، ما في نعم. ذلك شيء. طيب أستاذ عبد الحميد حد أحشادي، إحنا في قسنطينة كان فيها قسنطينة معروفة أنه فيها قديما كانوا عايشين يهود. نعم. وفعلا كانت قسنطينة مش غير قسنطينة، يعني هذا يمكن تهمة شائعة، كان اليهود يعيشون بيننا في كل مدننا، بل بالعكس اليهود هاجروا مع مسلمي الأندلس وفي حماية مسلمي الأندلس وفي حماية جيش المرابطين تاع الجزائر، الجيش تاع الثغريين اللي كانوا يضمنوا الحماية لليهود كما كانوا يضمنوها للمسلمين، كانوا يضمنوا لهم فعلا. الهجرة والفرار من الأندلس إلى الجزائر وعاشوا بيننا. بالعكس لما يعلم إخواني المشاهدين بأنه أكبر حاخامات اليهود مدفون في تلمسان، نعم. هذا الذي حفظ معظم أحكام الديانة اليهودية والكتاب نتاعو ممكن يضاهي من حيث الحجم والأهمية عندهم وليس عندنا، ممكن فتح الباري عندنا في شرح صحيح البخاري. هذا الكتاب هذا كتب عندنا هنا في الجزائر في تلمسان وباللغة العربية، الذي حفظ الموروث الفقهي لليهود. نعم. يعني احنا ولم يكن هناك مشكل بيننا وبينهم، بالعكس كانوا يعيشون بيننا إلى أن اختاروا، شوف، إلى أن اختاروا الوقوف إلى جنب فرنسا عندما قامت الثورة. وعندها كان من حق الجزائر، كان من حق الجزائريين أن نعاملهم معاملة الفرنسية، نعم، أن يعيشوا خارج البلاد. نعم. لكن سؤالي الآن أستاذ عبد الحميد حشادي، بعيدا عن الديانة اليهودية أو المسيحية اللي هي ديانات سماوية نؤمن بها، هم أهل الكتاب ونحترمهم كما قال أحد الفقهاء، لكن عندما اليوم نتحدث عن مسلم جزائري، لا مسلم يسب الدين، يعني هو يعتدي على حرمة مسلم آخر، هنا ما هو الحكم شرعا؟ كيف نتعامل معه؟ هل هو من ناحية المبدأ خدش ذوق العام، خدش ذوق نحن، وهذا يجرمه القانون كما تجرمه الشريعة. إذا كان الإنسان سب الله عز وجل أو سب النبي عليه الصلاة والسلام أو استهزاء معتقدا، يعني بنية الاستهزاء بأي حكم من أحكام شرع الله عز وجل، الإنسان هذا يكفر والعياذ بالله. لكن إذا كان قال ذلك معتقدا الإساءة للذات الإلهية أو الإساءة للنبي عليه الصلاة والسلام أو الإساءة للشريعة الإسلامية، لكن هذا مفروغ منه. اللي راه موجود وشائع عندنا للأسف الشديد هو هذا السب الذي يصدر من كثير من الناس عندنا، وهذه في الحقيقة والعياذ بالله هذا من الموروث اليهودي بين قوسين في المجتمع الجزائري، موروث الاستعماري وبين قوسين اليهودي يهودي. هم اللي علمونا وعلموا والدينا وعلموا الشعب يسب الدين، لأنه هم كانوا يعتمدون ذلك لأنهم يسبون دين الإسلام، فأدوها عليهم توعنا لأنه لغال بالجهل لكن ما ادوهاش من منطلق أنه يسيء إلى الذات الإلهية أو يسيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو يسيء إلى الإسلام، ولات نوع من اللغو، نوع من السبان اللي لا يقصد من ورائه الكفر والخروج من الإسلام، لكن هو تعبير لا يترتب عليه الكفر والخروج من الإسلام، لكنه معصية شنيعة بالكبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. هذا للأسف الشديد أنا وقفت عليه، ممكن لم أزور كثير من الدول الإسلامية على قلتها، لكن الدول التي زرتها تقريبا 7 دول لقيت باللي شمال إفريقيا وبالتحديد الجزائريين ومعنا الذي يضاهينا، يعني يضاهينا في ذلك الشعب السوري. سوري يعني للأسف العياذ بالله ظاهرة سب الله عز وجل وسب، يعني بالعكس أحيانا لما ربما هذا سمع البعض قبل ما يجيب هذيك السبة تلقاه يظفرها كل مرة اللي تظفر في الشعر بعد ثم ذلك يلوح عليك البومبا، يعني هو الكبيرة من الكبائر. ربما هذا موضوع شابك يعني سنعود إليه في الأعداد لاحقا من برنامج الشروق مورنينج ويكند. أما أنتم مشاهدين الساعة تقترب من 11 تماما، نكون بهذا قد وصلنا إلى نهاية